محمد بن حش السلامي جديد فاش في 1941 وجيت لاكباط لان كانت هي بوحده اللي فيها الجامعه داك الساعه ما كانت الجامعه ما عاد فيها هذا خديت لا ليسونس في سيونس بوليتيك ومن ثم عملت في الصحافه انا الساعه فين كنت كنتعلم الانجليزيه هنا ما كانش مكتبات فتحت هذا الحمد لله في 1985 فتحت بالكتب ديالي الخاصه اللي جبت معي اللي كنت كنقرا فيها او كنت كنطالعها بصفة عامة فيكشن نون فيكشن كان نون فيكشن فيها العلوم وفيها كان هيومن ساينسز وفي الفيكشن كان الآداب يعني كان رواية كان الشعر كان القصة القصيرة كان دابا بعض الكتاب اللي هما عليهم الإقبال المطالعة ديالهم بحال هوفر بحال الكتب ديال فانتزي بحال الكتب ديال سيلف ديفلوبمنت باعتبار ان المغرب دولة افريقية وباعتبار ان التقارب ما بين المغرب والدول الافريقية بل قبل من هذا التقارب تقريبا منذ ابتداء كلية الاداب في 57 الى الان دائما هناك شعب ماشي شعبة هناك يعني مادة من المواد خاصة بالاداب الافريقي وهذا اللي جعلني على ان ملي فتحت هذه المكتبة اي كتاب صدر عن دور النشر الامريكيه او نقول الانجليزيه او الامريكيه كلهم كان عندي وكانوا الطلبه زعما يعني مصورين بداك المجموعه اللي عندي عن الادب الافريقي ولا الاساتذه لما كيقرر واحد الكتاب كيوجد عندي ان داك الكتاب موجود في المكتبه كياخذوا الطلبه او كيصوروا عليه لما كانش يمكن يشريه يعني حتى الان اللي وقع هو ان كانت ميزون ديديسيون او دار النشر افريقيه كتسمى هينيمان كانت هي اللي مختصه في نشر الكتاب الافريقي لما كيقول لك ما قراش المغاربه ما كيقراوش المغاربه عندهم واحد الذوق ذواقه استعرنا اللغه ديال الطهي ذواقه معناتها انه كيقرا روائع الأدب أهم الكتب العلمية مهما كان الثمن ديالها ولكن ما كيقراش الحاجة اللي ما هيش تستحق يضيع فيها 50 درهم أو 100 درهم أو 200 درهم ما عدا إلا كانت مقررة في الكلية أو في الثانوية أو شي حاجة كيكون منذ طاق باش يشريها أما من ناحية ديال ما كيقراوش هذا ما كنقبلهاش.